في ملتقى العود العالمي يجتمع نخبة من المبدعين لتقديم رؤاهم وأفكارهم وموسيقاهم وابتكاراتهم في عالم العود. هي محاولة لم شمل العازفين والصناع والباحثين والنقاد في ساحة واحدة يتبادلون فيها المشورة، التجارب، الأفكار حول العود وحول أساليبه المتعددة واللي انتشرت في كل مكان في السنوات الأخيرة. عقدنا الملتقى الأول في القاهرة 2010، كان بالتعاون بين دار الأوبرا المصرية وزارة الثقافة وبين مهرجان أبوظبي، وكان من فكرتنا طبعاً وإشرافنا كذلك. استطعنا آنذاك أن نقدم ليالي متنوعة شملت الأطراف المختصة بعالم العود، وفي هذه التجربة الثانية أردناها افتراضية، الهدف أن يبقى العازف والجمهور في جو الحفلات، وهكذا سيستمر بمجموعة من اللقاءات حول هذا الملتقى. حافظنا على أن نجعل نوعية المادة التي تصل إلى الجمهور مدروسة بشكل عالي عبر فنيين متخصصين في تصوير البرامج في 23 موقع بالعالم. عندنا 27 عازف وعازفة من جنسيات متعددة شاركوا في التجربة، إضافة إلى طواقم كبيرة من المصورين والمهندسي الصوت والمنسقين الذين شاركوا في إعداد التقارير حول صناع العود وابتكاراتهم لآلة العود. Thank you.
وجدنا أن هناك أهمية كبيرة أن يكون هناك تفاعل حقيقي بين العازف والصانع والباحث، وأن هذه الثلاثية تكمل بعضها في المعرفة والمعلومة والجمال، وأيضاً الاطلاع على التجارب المشتركة، خصوصاً وأن هناك أجيال متعددة في هذا الملتقى. أخذنا في جانب البحوث باحثين مهمين في مجال الموسيقى، أمثال الدكتور مراد الصقلي، الدكتورة نهلة مطر، الفنان سامي نسيم، الفنان فهد البدالي، الدكتورة نورة صابر المزروعي، الدكتور دريد فاضل الخفاجي، الدكتور أحمد الحناوي، كل باحث من دولة دولنا العربية، كل باحث ركز على المواضيع اللي أراد الملتقى أن يضيئها بشكل حقيقي، وأردنا أن نفتح خلالها أفق حول أهمية الثقافة في التكوين الموسيقي، في تكوين الذائقة وأهميتها التي تكمن في المعلومات، والتي يستطيع الناقد أو الباحث إيضاحها وشرحها وتوصيلها إلى الناس. هنا يأتي دور العازف ليكمل هذه المعلومة عبر مهاراته العزفية، ويأتي الصانع أيضا ليتحدث عن تجربته، كيف ولدت الآلة الموسيقية وما هي إضافاته. هنا يصبح مثلث الخلق متكامل بين العازف بين الصانع والناقد، وأن يكونوا في مساحة واحدة بالنسبة لنا كان هذا هو العامل المهم. Thank you.
أصدرنا مجموعة إلكترونية تتضمن كل عملنا من نوتات موسيقية إلى أبحاث حول تاريخ العود وحاضرة ومستقبلة والتحديات التي تواجه الفنان في هذه الأزمة اللي مرت فينا، وهذا كله لأجل أن يبقى للباحثين وللطلاب الموسيقى مادة مرجعية يستطيع أن يعود إليها سواء كان باحث أو متذوق. دائما أخذنا 6 صناع في هذه الدورة من 5 دول عربية، في كل دورة سنستضيف صناع آخرين وكذلك عازفين وكذلك نقاد أيضا، كل مرة راح ننوع حتى نفتح المساحة إلى أكبر عدد من المبدعين. جمعنا فوزي منشد، شيخ من صناع العود في جنوب العراق البصرة، نزيه غضبان من لبنان أحد أيضا شيوخ الصناعة في بيروت في لبنان من بعلبك، وأخذنا الفنان حسين سبسبي هو عازف وأخذناه صانع في هذا الملتقى مع ابنه محمد، وهذه الصناعة هي دائما عائلية في الغالب تكون عائلية من أبا لحفيد لجد وهكذا تنتقل بين الأجيال. أخذنا يعقوب جاسم من الكويت، أخذنا عمر محمد فاضل من بغداد ابن أهم صانع في العراق، وعمر فوزي من مصر اللي هو مسؤول على ورشة بيت العود في أبوظبي. أردنا أن يدلو كل صانع بمعرفته ويدلو بما يملك من أسرار فيما يتعلق بالأخشاب، الصناعة، طرق العمل، وأيضا ليعرف الصانع والعازف بعضهم البعض ضمن هذا الملتقى، وشيئا فشيئا هذه الدائرة ستتسع لتشمل كل الصناع المهرة، كل العازفين، وليس هناك أي اعتراض على أي عازف أو صانع أو ناقد في ضمن مساحة الاحتراف التي نريد أن تكون عليه دوراتنا. ستكون هذه الفرصة أشمل لكل فناني عالم العود. Thank you.
مهرجان أبوظبي علاقة تمتد إلى 25 عام. منذ دورته الأولى عملنا مع بعض أحلام كبيرة في الحقيقة، وعديدة ومتنوعة وجديدة، معظمها كانت لأول مرة تقدم. هذا يعني أنها كانت إنتاج خاص. كذلك التجربة التي أقدمنا عليها في 2010 نكملها الآن في 2021 لتتواصل التجارب على تقديم أفكار وعروض مبتكرة، وعلى تفاهم وتنسيق بين حلم الفنان وبين طرق تنفيذه وتحقيق ذلك أمام جمهور متذوق وجمهور نعتبره مهتم في عالم الموسيقى بشكل دقيق. الجمهور كان مستفيد في هذه التجربة، وإحنا كنا مستفيدين. الفنان استطاع أن يقدم أفضل ما لديه، مهرجان أبوظبي استطاع أن يسهل كل الأمور لتكون هذه العلاقة مستمرة ومبنية على الحرص والاحترام الشديد والمشورة اللي بلورت أفكار كثيرة لاختيار طرق صحيحة في تنفيذ كل فكرة. الفنان عادة عنده أحلام كثيرة تزدحم، لكن المنظم قادر على أن يضعها في إطارها الصحيح. كان هناك أهداف لأن نصل إلى الأفضل، ودون أن نفكر بذاتنا أو بمصلحة الشخصية. كانت هذه الأسباب، أحد أسباب نجاح العلاقة اللي استمرت هذا الفترة الطويلة. والملتقى هو تتويج لهذه العلاقة، رقم تقريبا التجربة رقم 15 من التجارب اللي قدمناها مع بعض من عمر المهرجان. كلها كانت منفتحة على العالم هذه التجارب. هذه التجربة بحد ذاتها تصلح بكتاب لما جاء فيها من عروض ومن أفكار مناقشات. يصلح هذا الكتاب مادة مفيدة للعازفين في كيفية بناء علاقة مع مؤسسة ثقافية. أقصد كل هاي التجارب اللي قدمتها على مدى 25 عام مع المهرجان تصلح كطريق يمنح العازف الجديد ويمنح الشباب الجدد الخبرة في تحديد العلاقة بين الفنان وبين الجهة الراعية التي تقدم فن دون أن تستغله، بل بالعكس تقدمه بأفضل شكل وتستثمر إبداعه بأفضل طريق للنجاح.